عندي معلومة قل لي صحيحة ولا. غنيت غنية في يوم من الأيام لمعمر القذافي؟ طبعا موجودة في اليوتيوب. لا أحب الدموع في مقلتيك. ووقتها حتى في ليبيا للخيان بهت وخط مش متعودين معمر القذافي القائد والزعيم والثوري يعمل أغنية عاطفية. وقتها هم اختاروني أنا وقتها المقربين ليه وهو بيدو ولا محالة فهمت باش نلحنها أنا. ثم ولات فما علاقة خاصة معاه؟ كان يحب القاعدة معاك وانت تغني؟ كنت من المقربين؟ لا قعدت معاه مرة بركة في حياتي مرتي هكا هو ما انساهاش مرة وقت قبل ما يختارني باش لحنوا الأغنية هذه. اي فهمت. وقتها في جلسة في سرت وقتها موجود فيها مطلع المداح محمد عبد وأحمد حمزة لطفي البحري كان موجود معانا من الوفد التونسي نجاة عطية لطيفة رأفت لكن البنات مع مرته قاعدين احنا قاعدين كان رجال يعني ذكور كهو. وقتها قال نحب نشوف كيفاش تلحنوا انتوما شنو التلحين هذا وريوني كيفاش التلحين. كلمة دي واحدة اسمها نحترمها برشا اسمها فوزية شلابي كانت وزيرة عند كما قلت وزير الثقافة جابت له ورقة مكتوب فيها لا أحب الدموع في مقلتيك وإن فاضت بها مآقيك فاتركيها تغسل خديك. قال كيفاش تلحين يجي كل واحد جاء وكذا محمد عبد وقتها لا أحب كل بداوا يعملوا في الارتجال. كي جاء خلط طريقي أنا خزرت هكا قلت لهم سامحوني يعطيني غرفة خاصة وحدي ونجرب نشوف كان جات فكرة جات كما جات إن شاء الله غالب. وعديت العود عدي بعد السهرة عيطولي قالوا لي رو انت بشلحنها رو ذيك كلمته هو اوف اي